بعد الانتهاء من عملية جني الزيتون يتوجه الكثيرون لتخزينه، وهنا يواجه أغلبيتهم مشكلا في ذلك بسبب الطريقة الخاطئة، وهو نفس الشيء لزيته التي تخزن في قارورات بلاستيكية بدلا من أخرى زجاجية. إلى الحالة أن يبتي تجن إذا خدت شكارنا الطاسة دي قيمة كتج مع 15-20 مشاهة ما يخسر انت ما ادري بغيا زعما كون ديروا غادي يروحها كاين يلا كاين جدي غادي واحد اخر يكوج انا حاجه لا فيك لا تكنولوجي قال انت ولا كي ولكن الله غالب كل اللي غاشين عندها كاطا سما جوتي لقات يا ذا خد شكات الزيت ذا راني لقات جمع دي دون دو فير فومي على بري دو لير دو لا لوميير باش فا با التيري لا كاليتي دو لويل دونك الا قنسقم ماشي قرن لي تينيغ تكنيك ما ذي الفيرجي سيت زمور ثم تيسيت صحبت مع صانين ذا راني لقات رجلي لي زاباراي نسنكني وثا الحل. عائلة عبد اللي من معاتقة واحدة من أصحاب المعاصر التي خاضت تجربة إنتاج الزيتون بالاعتماد على طرق تخزين تحفظ قيمته وترفعها. كومونس نخدم بقى سورتو ديك سلا فياج او لا فياج سي لي دو زعما كان كوميرسياليزاب دونك نخدم ديك سلا فياج دايور نبي لاني باسي نبي ميم لو تروازيام بري ناسيونال دي سيليك سلا فياج انسا دكي لا ولات تيجوز اون ايو لو برومي بري l'année passée. À ce que j'ai dit, on va participer à d'autres concours, à ma nationale, à ma internationale. Je suis très heureux de me dire que l'eau minérale, تجربة أثبت أصحابها فعالية الطرق الصحيحة في تخزين الزيتون ليكون الرهان على تجاوز الأخطاء السابقة للحديث عن تصدير زيت صافي من تيزي وزو.